عائشة تقول ألتقي كثيرا بالمشاهير من دون قصد، هل يعني ذلك أن لدي طاقة شهرة؟ قد يكون أو قد يكون المكان اللي أنت فيه، مرات تشتغلين في مكان هو يجلب المشاهير، هم يعني عندهم مشاهير. يعني لما رحت من كم يوم عند دكتورة ريحاب ضبطت لي بشرتي، ما شاء الله كل المشاهير عندها، كل المشاهير فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، ما شاء الله قائمة تطول. فالمكان يجلب المشاهير، يعني القصة اللي هم موجودين فيها تجلب لهم المشاهير، وأكيد الموظفين طول الوقت يشوفون مشاهير حولهم. ومرات تكون انت تروح المكان تقابل، بتروح مكان مختلف تماما وتقابل، تروح. اوكي، هذه اقول نعم الطاقة مرتبطة فيك انت. تقول لك الامر كله بيد الله والرزق كله بيد الله، توكلوا على الله واتركوا الرجس والشرك وهذه الدجالة. حبيبتي، اذا عندك القوة الحقيقية والإيمان الكافي بالكلام اللي تقولينه، ارسلي لي اسمك ورقم تليفونك، خلينا نشوف مين الشرك ومين الدجل. هذا شيء. الشيء الثاني، إذا تبغين تعرفين ما هو التوكل على الله، عندي في كورس التوكل على الله، كورس التوكل على الله. هذا الكلام قانونيا تحاسبين عليه، أو أنت تحاسب عليه. وش الصورة؟ ما أعرف مين هذا الشخص، وحاط لحية ولا وش؟ قانونيا ودينيا، يعني انت امام الله لما تواجه الله وش راح تجاوب؟ وش راح تجاوب؟ وش راح تجاوب؟ تقول لك سمية سوت كورس عن التوكل على الله، انت وش سويت؟ وش جوابك؟ ما هو جوابك؟ وش بتقول؟ وش شعورك يعني؟ وش تحس فيه؟ طبعا انا اعرف انه انت، يعني اعتقد انه انت شخص يعني ما تستطيع انك تفكر، ما تستطيع انك تقعد مع نفسك تقول هل هذا الكلام حقيقي ولا مو حقيقي، ولا انا سمعت احد قال وانا صدقت الكلام. هذا اللي اقول لكم يا جماعة، الطاقة لما تطلع منك تنفلت، ما ادري وين تروح. اوكي، ما ادري وين تروح. يعني هذا الشخص مسكين، صدق والله، صدق والله، يعني قد يكون يعني في سادس ابتدائي مثلا، طفل، او مثلا سيدة يعني مغفلة، ما تدري شو القصة. سمعت أحد قال دجالة شرك ما أدري إيه وكذا، خلونا ولا تدري وش القصة. يلا عاد شلون تفهمينها حبيبتي روان، I love you، شلون تفهمينها؟ شلون تفهم هذا الإنسان مع بساطة هذا الشخص، ومع يعني مرات أشخاص أغبياء، مرات أشخاص ما يدرون وين الله حاطهم، مرات أشخاص غاضبين، شو تفهمهم الموضوع؟ شو تقول يا عمي ترى استيقظ، يعني ترى نضحك عليك مرة واجد، مرة نضحك عليك. تعال، قوة التوكل، احضر. ها، من تدور التوكل على الله؟ تفضل. من تدور التوكل على الله؟ تفضل. وش تستخدمين لشعرك؟ إيش السؤال الخطير هذا؟ دكتورة ريحاب حطت لي أشياء في شعري، أقول لكم إن شاء الله بعد إذا ضبط. طيب، طاقة النار فهمتها، ممكن توضيح عن طاقة الهواء؟ طاقة النار ترى فيها حرارة، فيها اشتعال، فيها إنها يعني تفقدينها، ما يعني خلاص تصير خارج السيطرة. طاقة الهواء هي طاقة تنقل الأشياء، متنقلة ومتحركة وفيها سرعة، وهذا اللي يخلي انه الشهرة تتطلب السرعة. لما يصير مشهور بطيء يفوت القطار، يعني ما عاد يصير مشهور، يعني خلاص يتأخر. I love you. لها دخل بالأبراج، لها دخل بالطبيعة، طبيعتك انت، طبيعة تكوينك، ولها دخل بالخلطة اللي تخلطها عشان تصير مشهور. طيب، من سنة أصبحت لدي علاقات، thank you، oh my god، thank you. أصبحت لدي علاقات مع مشهورين وأصبحت أخرج معهم، عني شخص أخجل من الكاميرات لكنهم يحبون صحبتي. شوف، المشاهير يحبون الأشخاص اللي عندهم حياة خاصة. ليش؟
لأن يعطيهم نوع من الحماية، يعطيهم نوع من الحماية، وإن كانوا المشاهير مع بعض يعني يوصلون لبعض، يعني المشاهير عندهم علاقات مع بعض كثير، والشهرة تفتح لك علاقات مع المشاهير، لكن في النهاية لما يجون يصادقون أحد تقريبا ستميل الصداقات إلى الأشخاص اللي يعني ما هم كذا، ما هم بابليك، يعني حياتهم كذا شوية خاصة، أريح لهم أنسب لهم. حبيبتي بشرة، I love you. أوكي صديقتي تقول أحس عندي كاريزما ومقبولة لدى أي دائرة أدخلها، هل أنا مرشحة للشهرة؟ معلم برجي قوس، شوفي الموضوع يعني هو موضوع اختيار، يعني أنت إذا تبغين ولا ما تبغين، هذا هو اختيار، بعدين أنت تطبخين الطبخة حقتك، هذا هو الموضوع، أنت تختارين بعدين تطبخين الطبخة. هل هذه إشارة أنه عندك كاريزما؟ أكيد أكيد هذه إشارة. نوال حبيبتي يقول خريطة الفلكية أغلبها هواء ونار. أوكي، اللي قرأت لي خريطتي طلبت مني أن أظهر للجمهور لكني أشعر أني مو مستعدة. نوال حبيبتي أرجع وأقولك هو الموضوع اختيار، إحنا نقدر نجيب النار ونقدر نجيب الهواء، تكلمت عن هذا الموضوع في طاقة الشهرة، تقدرين تستعدين من خلال طاقة الشهرة، تقدرين تحضرينها وتحطين النية وتشتغلين على الخطوات، تقدرين تاخذين وقتك في الاستعداد ما قبل الشهرة. عندنا مرحلة استعداد ما قبل الشهرة، ومرحلة الانتقال للشهرة، ومرحلة اختبارات ورسائل الشهرة، لأنك خلاص في هالمرحلة اشتهرتي، تقدرين تشتغلين على استعدادات ما قبل الشهرة وتاخذين وقتك، لأنه هذه الاستعدادات فعلا تخليك مستعدة جوا، يعني جاهزة للموضوع. فإذا حسيت أنك مستعدة ابدأ انتقلي للمرحلة التالية اللي هي الانتقال للشهرة. ممكن أحقق النجاح بدون شهرة؟ إيه جدا، بس مو كل شيء ممكن، حسب الموضوع اللي بتنجحين فيه. Thank you بشرة. أنت تعرفين عندي أخت اسمها بشرة، نقول لها بشبش بشبوشة، هاي الكتكوتة حقتنا. يعني مثلا زي صديقتنا اللي قبل شوي اللي قالت أبغى شهرة لمشروعي، إنه أنت تسوين مشروع والنجاح يكون في هذا المشروع وهو اللي يضرب المشروع، لما يقول أوه مين الأونر، مين صاحبة المشروع، مين اللي خلف الموضوع، فيكون أنت ما أنت واضحة أو ما أنت مشهورة مثل قدر اسم المشروع يعني. بس مرات بعض المشاريع هي مرتبطة جدا بالشخص، مرتبطة بالاسم، يعني ما يقدر الشخص يعني يوصل بدون ما يشتهر اسمه. مرات بعض الأشياء يعني مثل الرسام، معلش الاسم لازم يطلع، سواء لقب سواء، بس في النهاية الاسم رح يطلع. طيب شروق حبيبتي تقول الشهرة موجودة في طاقتي وأشعر فيها، وأنا معروفة بالمكان اللي أعيش فيه بدون سبب. في كثير ناس مشاهير بدون سبب، تقولين طيب هذا ليش مشهور، وش قصته، تقول بدون سبب، ما في سبب. واليوم حصلت على مقابلة بالتلفزيون، حبيبتي مبروك، دون سعي مني، فقط أدعم مشروعي، ولا أرغب بالشهرة ولا أنويها إلا إذا كانت تدعم نواياي، هل هذا يتعارض مع رسالة الروحية؟ لا، أنا أعتقد أنك أنت الآن في مرحلة أنه أنت لازم تحطين نية الشهرة، أنه أنت مدام وصل الموضوع إلى أنه أنت انطلبتي في مقابلة تلفزيونية، وأنه أنت عندك مشروع وهذا المشروع يحتاج إلى دعم وشهرتك تدعم هذا المشروع، فأعتقد أن أنت وصلتي لمرحلة أنه أنت تحطين نية الشهرة. ما المفروض أنك أنت تتأخرين بما أنه جتك رسائل كثيرة تقول لك أنت في طريق الشهرة وأنه أنت تقدرين وأنه أنت الطريق مفتوح قدامك؟ ما أعتقد أنت يعني المفروض تتأخرين أكثر من كذا. أخاف الشهرة بسبب عار الماضي، عندي خوف وعار. دانا حبيبتي، عايشة I love you، دانا حبيبتي تقول أخاف الشهرة لأنه عندي في الماضي عار وخوف. شفتي اللي قبل شوي قلت لك في مليون واحد ماسكين ورقة وقلم كذا كذا، يعني
شكات لحظة عيدوا سجلوا لحظة شكات ايش صار؟ شفتيهم هذول المليون شخص اللي قاعدين يسجلون ينتظرون الزلة؟ أضيفي لهم الأشخاص اللي عارفين قصص الماضي ها؟ الأشخاص المتخلفين اللي عارفين قصص الماضي بعد هذول ينبسطون. عندي لك ملف من الملفات، تذكرين هذاك الملف؟ أي أكيد ما راح تفوت عليهم. ها تتخيلين هذول الساقطين هذول والغاضبين والأعداء تفوت عليهم؟ ما تفوت عليهم يذكرونك بملفات الماضي وقصص الماضي وأخبار الماضي، ما تفوت عليهم. لذلك إذا أنت تبغين تدخلين الشهرة لازم تنظفين العار. أما الملفات اللي موجودة واللي الملفات اللي مليانة أخطاء وملفات مليانة، كلنا عندنا ملفات. إلى هنا ملفاتنا. كيف عاد تبغى تطلع، ما تبغى تطلع عاد يعني الله يستر على الجميع، بس عاد إذا طلعت عاد الشكوى الله شو نسوي؟ ما احنا مطلعينها وحنا جايبين الأخطاء وقايلين شوفوا هذه ملفاتنا وهذه مصايبنا وهذه قصصنا. كل العالم عندهم قصص وعندهم ملفاتهم السوداء. ما انت مطلعة ملفك السوداء، لكن تنظفين العار وتطلعين بقلب شجاع. والله في إنسان مظلم مليء بالظلام قليل أدب يعني اختار هذه الكارما، بكيفه صراحة كارما رديئة جدا اللي يطلعون ملفات السوداء. اختار انه يطلع الملف السوداء الاسود يقول لك بعد ما صرتي مشهورة وكسرتي الدنيا، يقول لك ملفك الاسود انت والملف الاسود، خلاص شو تسوين؟ هذه القصة، تزيدين شهرة الى شهرة. صدقيني اي ملف اسود يطلع للعلن يزيد من الشهرة. يعني شفتي المليون شخص هذول اللي كانوا ساكتين وماسكين اوراق، كلهم يبدون يتكلمون ويقولون ويلتون ويعجنون يحللون الملف الاسود ووجهة نظرهم في الملف الاسود ولي وش القصة وش الموضوع وخلونا نحلل وخلونا نكتب خلونا نقول وكذا، فتصير قصة كبيرة، تصير قصة يعني وين تنفذت النار، ما عاد تدرين تكتشفين انه انت وصلتي يعني لاصقاع ما كنتي تتوقعين انك وصلتي لها بسبب هالملف الاسود اللي انت يعني شايفت انه يعني ملف ما يوصل، فالملف الاسود يوصل. لذلك في الـ في الـ في الـ في الاماكن الناضجه اعلاميا تعتبر الشهره السلبيه شهره ايجابيه، كل شهره سلبيه شهره ايجابيه، يعتبرونها في النهايه تحقق الشهره، في النهايه اي خبر سلبي عنك راح يحقق الشهره. بيك طز فيهم يعني انت بتقعد تخاف من الظلام، خلاص كيفهم. واي احد يعني راح ياخذ الموضوع ويهتم بالملف الاسود اللي عندك وكذا، يا عمي هو اسود مثلهم، كيفهم مو مهمين، لا اللي مهتمين ولا اللي طلعوا الملف الاسود ولا اللي بيتابعون ولا اللي بينابحون عشان الملف، اللي بينابحون عشان الملف الاسود هم اصلا ماسكين اوراق والاقلام. على اي حال انت ما خسرتي احد اصلا، هم اصلا جاهزين ماسكين اوراقهم واقلامهم يبغوا يطيحونك، فما خسرتي احد على اي حال. بس وين المهم؟ مهم انك انت يكون قلبك قوي لما تطلعين للشهرة. لذلك مهم الان اقول لك نظفي العار، نظفي الخوف، عندك جلسة الخوف وعندك جلسة الثقة بالنفس اللي هي تنظف العار، وبعدين ندخل على طاقة الشهرة. بصراحة ما المفروض انك انت ترددين على الملفات السوداء. طيب يا جماعة احس ما خلص الموضوع، في اسئلة كثيرة ما جاوبتها صح، نحتاج مرة ثانية هذا الشهر نتكلم عن الشهرة، نحتاج. طيب أذكركم عندنا 8 مواد موجودة على الموقع sumaya369.net، عندنا طاقة الشهرة وعندنا قانون السعي، عندنا شفرة كاليوبي وقانون المسؤولية، عندنا قوة التوكل، وعندنا تسخير، عندنا ذاكرة النجاح وثورة الفشل. أي ما خلص صح؟ خلاص إن شاء الله نتكلم مرة ثانية عن الشهرة، أحس نحتاج. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.